الآن انطلقت صباح الجمعة المرحلة ما قبل النهائية لدورة نايك لاختيار أبرز مواهب كروية سيكون لها شرف تمثيل الجزائر في برشلونة تحت قيادة المدرب العالمي غوارديولا. وخصصت حصة اليوم التي حضرها 50 لاعبا شابا تأهلوا من الدورات الجهوية بملعب حيدرا إلى اختبارات بدنية بإشراف النجم الجزائري رابح ماجر. وسيختار صاحب العقيب الذهبي 30 لاعبا لدخول المرحلة النهائية يوم السبت، على أن يتم الإعلان عن الفائز في ندوة صحفية الأحد بفندق السوفيتال. وسيخضع النجم الشاب الجزائري المتوج ضمن 100 لاعب من جميع أنحاء العالم إلى نهائيات أخرى بمدرسة لاماسيا.